شهداؤنا لم يخرجوا من أجل تحقيق أهداف شخصية، ولم يخرجوا من أجل تحقيق أهداف سياسية فئوية. شهداؤنا خرجوا من أجل هدف واحد، وهو إعلاء كلمة الله في هذا البلد. نحن لسنا مع أي حلول ترقيعية، حلول لم تلبي أهداف شهدائنا ولا تلبي أهداف هذا الشعب الكريم، ويجب أن نكون واعين في هذه المرحلة، ويجب أن ينسق أوائل الشهداء فيما بينهم، وأن يكون اللقاء على الاتفاق على مرئيات يتم رفعها إلى الجهات التي عادة تتفاوض في هذا الشأن. فدماء شهدائنا غير قابلة للمساومة، ودماء شهدائنا جاءت من أهداف عليا وكبيرة، ونحن مع الأهداف العليا والكبيرة، ولسنا مع أي حلول ترقيعية هنا أو هنا. هنا نقطة أيضا لابد الإشارة إليها، وهي أن الشهداء هم ملك لله سبحانه وتعالى، وعوائل الشهداء أصحاب الدم هم مسؤولون بدرجة، ولكن بما أن شهداؤنا خرجوا من أجل قضية اجتماعية إسلامية دينية، وخرجوا من أجل هذا الشعب وانتقلوا إلى الحياة الأخرى، فإن هذا الشعب هو مسؤول عن حفظ دمائهم، وأن الشعب هو من يتحمل هذا الشعب مسؤولية الدفاع عن دماء شهدائنا الأبرار. طبعا هذه إشارات عابرة لا أريد أن أطيل، ولكن وجدت من المفيد جدا، وبما أننا في هذه الليالي المباركة، أن نتحدث عن الشهداء وأن نهدي لهم هذه الرواية ونهديها إلى عوائل الشهداء وإلى شبابنا شباب المقاومة. وهذه الرواية محققة من قبل سماحة آية الله العالم الرباني العارف بالله الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه، الذي فجعت الأمة برحيله في الشهر الماضي. هذه الرواية مروية عن زيد علي بن الحسين عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما مضمونه؟ أن للشهيد سبع خصال. هذه الرواية فيها تسلية لقلوب عوائل الشهداء وتسلية لشهدائنا الأبرار. أن للشهيد سبع خصال من الله. ما هي هذه الخصال؟ الأولى أن أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، وأما الثانية فيقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور، وتمسحان التراب عن وجهه وتقولان مرحبا، ويقول هو مثل ذلك لهما. هذه الخصلة الثانية. أما الخصلة الثالثة فهو يكسى من كسوة الجنة، وأما الرابعة تتبدل خزنة الجنة بكل ريح طيبة. خزنة الجنة يتبارون ويتسابقون على من يأخذ هذا الشهيد ويطيبه بطيب الجنة، وهذه مرتبة من المراتب التي يحظى بها شهداؤنا. والخامسة أنه يرى مكانه في الجنة، أن الشهيد يرى مكانه في الجنة. وأما السادسة
يقال لروحه أسرح في الجنة حيث شئت. هذا خطاب إلى الشهيد. والسابعة وما أدراكم ما السابعة، وكل شيء قليل في جنب هذه الخصلة، أن الشهيد ينظر إلى وجه الله، وأنها لراحة لكل نبي وشهيد.